Fort du tourisme oasien et saharien. Rolf travaille sur ce projet depuis 2012, qui avait envie d'offrir à la Tunisie le plus grand, et tout le monde a travaillé main dans la main, et il n'aurait pas pu voir le jour sans... Le Guinness Book des records, c'est que يتتباع في 2,700,000 نسخة منه يتباعوا في العالم وهذه تترجم في 22 لغة. الجينيس بوك دي ريكورد هو 5 متاحف في العالم منهم في طوكيو في كوبنهاغ وفي هوليوود ما أدراك. وكيف تونس تدخل في الجينيس بوك بالعالم متاحة سورتو سبيسيالمون هذوما آلاف ومعناتها ملايين من الزيار باش يسمعوا بينا وباش يعقلوا عالمنا وباش ينجموا يجيو يزورونا. علمنا احنا هذه نجم نقولوا ميساج دامور يونيفرسال للعالم الكل باش نقولوا لهم احنا 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 تونس كيون تري بيان دونك كونتريبيو دان سيت اكسيون ميز اوسي لا سوسيتي. لوبجيكتيف الاول هو انه نحركوا الحياه الاقتصاديه في جهه توزر اللي هي نعتبرها وجهه مهمه من الوجهات السياحيه نتاعنا ونوريو البرودوي هذا المنتوج نتاعنا نتاع الصحراء والوازيس. الهدف الثاني هو من خلال هالليفينمون هذايا نعديو ميساج بوزيتيف للعالم الكل نوريو حاجه ما استنسوش يشوفوها العباد حاجه جديده اللي تتحكي بها على تونس ايجابيا وهذا المطلوب باش نحاولوا نعكسوا الايماج السلبيه نوعا ما اللي رافقتنا بعد خاصه لاتونتا الاخراني نتاع باردو. اون فا كونتر كاري لو تيروريزم مي مي اوسي سيغتان méfiance et qui demande une précision vraiment pointue. Il suffit d'un centimètre de décalage sur les 10 mètres. L'histoire remonte à 2012 carrément, alors peut-être dans des circonstances les drabons de Tunis, fi faculté, fi Tunis l'asma, fi manouba, tla واحد من الاتجاه disons salafi متطرف ونحد drabons de Tunis وحط في بلاصه الدربو الاسود اللي هو بعيد علينا. Donc ça nous a choqué Tunis alcool. وحنا في السيكتور تكستيل On a pris du coup la décision de redonner vraiment hommage au drapeau tunisien. تظاهره هذه باهيه بالنسبه لتونس الكل ان شاء الله معناها تجلب لنا السياحه وان شاء الله معناها علم تونس ديما معناها مرفوع والامن والامان. الثقافة هي الحل باش نواجه الارهاب هذايا والشيء اللي جينا من شيء احنا بعيد عليهم ولا منا ولا نعرفوه معناها فهمني لازم نحاربوه بكل الطرق معناها وهذا حل من الحلول معناها. Le terrorisme n'existera plus en Tunis. On est là pour lutter contre toute forme de terrorisme. La Tunisie, c'est une terre de paix.